بس ما يهمش قبل ما اسمع اجابتك، بس اخد الاستاذ امين جمال مؤلف مسلسل عوالم خفيه. استاذ امين اهلا بيك. اهلا يا استاذ وائل، ازي حضرتك؟ واهلا بحضرتك وكل ضيوفك. استاذ امين، قبل الفاصل لو كنت سمعت كانت معايا السيده جانجا اخت سعاد حسني، عندها يقين تام وقالت يعني احنا لسه هنشوف المسلسل، ان دي قصة سعاد حسني، على اعتبار ان المسلسل بيبدأ بفنانة يتم القاؤها من دور علوي، وقتلها بهذا الشكل يرتبط بكتابة مذكراتها، وبالتالي دي قصة سعاد حسني، بالاضافة الى وقائع فساد خلال رحلة البحث عن القاتل او عن فك الغاز مقتلها يعني. فهي بتقول هي دي نفسها قصة سعاد حسني. هل انتوا عوالم خفية بيعمل قصة سعاد حسني ام لا؟ اولا ربنا يرحم فنانتنا العظيمة سندريلة الشاشة استاذة سعاد حسني. لا احنا ملناش علاقة خالص باحداث مسلسلنا، ملوش علاقة خالص بفنانتنا العظيمة سندريلة، ملناش علاقة خالص. هو الموضوع كله تشابه بس عشان خاطر هم شافوا اول مشهد فنانة بتقع من بلكونة، فشافوا لا ده كده ده حصل. احنا لغاية دلوقتي ما نعرفش فنانتنا العظيمة ده مقتل ولا انتحار، لغاية دلوقتي ما نعرفش، لكن احنا جايبين فنانة في حد بيخش بيرميها من البلكونة. فهو اول لا بس المشهد قتل، لانه في ناس بيطلعوا وقت. طب ما هو ده بقول فنانتنا لغاية دلوقتي سندريلا ما حدش يعرف هو مقتل ولا انتحار لغاية دلوقتي، واحنا بنتكلم احنا مش عارفين الموضوع ده، فهو ملوش علاقة ولا الاحداث اللي جوه في المسلسل. انت عايز تقول ان قصة سعاد حسني الحقيقية ما حدش عارف انها قتل ولا انتحار يعني لغاية دلوقتي؟ هل حد عنده يقين بهو قتل او انتحار؟ ما حدش عنده يقين بالموضوع ده. ايه دي اولا. ثانيا احداث المسلسل كلها بعيدة تماما عن احداث فنانتنا سعاد حسني. يعني اعتقد ان مسلسل سعاد حسني عملته الفنانة الجميلة منى زكي، عملت مسلسل سندريلا ده كان قصة سعاد حسني. بس مع هنا مأساة سعاد حسني، هنا انت داخل في منطقة ما دخلش فيها المسلسل، اللي هي من قتل سعاد حسني. لا خالص ملوش علاقة خالص، وحضرتك لو بتتابع المسلسل والاحداث اللي موجودة ملوش علاقة خالص. احنا بنتكلم بعيد تماما عن اي حاجة تخص فنانتنا سعاد حسني خالص. طيب خليني تاني بقى عشان ابقى خدت تعليق هنا يا مدام جانجا. هنا ده كلام الاستاذ امين جمال، هو واحد من ثلاثة هم كتاب المسلسل يعني، وهو بيقول ما احنا ما بنعملش قصة سعاد حسني وملناش علاقة باللي حصل يعني. اتفضل يا استاذ وائل. هنا في تجاهل للحقيقة، لان دلوقتي الكتاب بتاع سعاد حسني وسعاد حسني اتقتل ازاي موجود في الكتاب اللي هو اسرار الجريمة الخفية، خلاص. والقصة فانت خدتي ان عوالم خفية من عنوانك الجريمة الخفية ماشي يعني. تحايل بقى، ما خدش الاسم طبعا، خد جزء منه ماشي خلاص، لكن الاحداث وهو بيتجاهل ان هو ما حدش عارف مين قتل سعاد حسني. لا لو حضرتك مش متابع، لا اعتقد انك انت متابع كويس جدا، ان سعاد حسني قتلت وقتلت ازاي، والكتاب موجود واتكلمنا عنه كتير قوي. والناس دلوقتي في السوشيال ميديا كلها يا استاذ وائل ليه بتشير ان دي قصه سعاد حسني؟ يعني الناس كلها لمؤاخذه ما بتفهمش، يعني الناس كلها علشان فنانه يعني صار الراي العام ويتم القاؤها من مبنى عالي، بالاضافه الى كتابه مذكرات على طول، لازم يودي على سعاد حسني يعني. بالظبط كده يا استاذ وائل. وبعدين هو كون ان هو ينكر ان حقيقه مقتل سعاد حسني، هو مش عارف ان سعاد حسني قتلت او انتحرت، يعني عيب قوي يقول الكلام ده، وما يصحش ان هو يقوله حتى كراجل قارئ وبيكتب سيناريو، ما ينفعش يقول كده. يعني قصة سعاد حسني المفروض انها متناولة قدام الناس كلها، والناس العادية كلها قرأت الكتاب وعارفة الحقيقة. هو ما يقولش بيجي يقول انا مش عارف اذا كان قتلت ولا ما قتلتش. طيب استاذ امين عندك تعليق اخير؟ اتفضل. بس ان هي الاستاذة تتابع المسلسل وتشوف، هتلاقي ان ملوش علاقة خالص بالموضوع، وحضرتك تتابع المسلسل مش هتلاقي علاقة ليه خالص بالاحداث.
هي بتتكلم لانه هي في كتابها يعني اعتبرت ان قصه مقتل سعاد حسني مرتبطه بقضايا فساد، فالمسلسل ايضا بيتناول قضايا فساد خلال رحله البحث عن القاتل. يعني انا دلوقتي هي بس بتقول وما يعرفش هي قتلت او انتحرت، انا بقول التحقيقات بتقول ولا هي قتلت ولا هي انتحرت. احنا عندنا جايبين حد دخل رمى حد من البلكونه من مبنى عالي، كل التشابه هو بيقولوا ان هذه النقطه فكله راح لسعاد حسني، لكن هو الموضوع ملوش علاقه خالص. طيب انا بشكرك، ويا مدام جنجلة وتعليق اخير، انت بتقولي هتسيبي ده للمتابعه القادمه؟ يعني يا استاذ وائل هقول لك حاجه بسيطه جدا، كل القضايا السياسيه اشرف مروان والليثي ناصف وغيره وغيره، القضايا السياسيه اللي اتقال عليهم انتحروا، كل القضايا دي لم تحل، مش معنى كده ان هو ما اتحلتش يبقى ان هم انتحروا. لا، لكن الناس ترجح مقتلهم. يعني كل بس القضايا دي بتحمل فساد عالي جدا وتفتح قضايا كتيره قوي قوي قوي، وانت حضرتك عارف الكلام ده وكل الناس فاهمه الكلام ده كويس جدا. بشكرك الف شكر.